نذهب بكم إلى القرار الذي أصدرته محكمة التمييز والمتعلق بأن الجمعية المسمى جمعية الإخوان المسلمين لم تعد لها الأحقية في أن تكون خلفا لجماعة الإخوان المسلمين. للحديث عن هذا القرار وتفصيلاته وحيثياته معنا على الهاتف الأستاذ المحامي بسام فريحات. مساء الخير أستاذ بسام. مساء النور يا ميكلا. يعني في البداية خلينا نتحدث عن القرار، ماذا قررت محكمة التمييز وماذا يعني هذا القرار؟ تفضل. شكرا جزيلا لك ولا جميع السادة المشاهدين. ابتداء يعني حتى نضع السادة المشاهدين في حيثيات وطبيعة هذا القرار، هو قرار صادر في التمييز مقدم من مجموعة من الأشخاص ذواتهم أعضاء المكتب التنفيذي لجماعة الإخوان المسلمين عام 2015 على الدعوة المقامة من جمعية جماعة الإخوان المسلمين بمواجهتهم لطلب استرداد موجودات التي كانت في المركز العام للإخوان المسلمين. يعني من أقام هذه الدعوة ابتداء هم جمعية جماعة الإخوان المسلمين، تطالب أعضاء المكتب التنفيذي لجماعة الإخوان المسلمين في ذات الوقت بالموجودات التي كانت في المركز العام. تقدمنا بصفتنا محامين لهم بطلب اعتبار هذا الطلب مردود بمرور الزمن، حتى وصل لمحكمة التمييز حيث تم رده من محكمة البداية ثم الاستئناف فيما يتعلق بمرور الزمن. فتقدمنا بتمييز على هذا الطلب أمام محكمة التمييز، والتي صدر قرارها ابتداء في موضوع الدعوة وموضوع الخلاف القائم منذ سنوات ما بين جماعة الإخوان المسلمين وجمعية جماعة الإخوان المسلمين بتقرير أحقية وصحة دعوة جماعة الإخوان المسلمين من أنها لم يحل أحد محلها، وتحديدا جمعية جماعة الإخوان المسلمين. ففي هذا القرار انتصار قانوني واضح لجماعة الإخوان المسلمين بنقطتها القانونية التي تثيرها دوما في كل قضاياها وفي كل نزاعاتها القانونية، أن جمعية جماعة الإخوان المسلمين لم تحل محلها، وبالتالي لا تؤول لها أي أملاك أو موجودات تابعة للجماعة. هذا ما قرره هذا الحكم في حقيقته، وهو انتصار واضح للجماعة في هذه القضية وفي كل القضايا الأخرى. مما ينبني عليه ويترتب فيما إذا استقر هذا الحكم أن تعاد كل الأملاك التي تم نقلها من اسم جمعية جماعة الإخوان المسلمين من اسم جماعة الإخوان المسلمين جمعية الإخوان المسلمين وإعادتها لها، وبالتالي لها حقية أن تطالب حتى بالتعويض وباسترداد أي تأملة أموال أخذت منها بهذا السبب. هذا في حقيقة القرار، لكن في تسبيبه حتى نكون واضحين وبحث حيثياته تم ذكر موضوع تاريخي لجماعة الإخوان المسلمين. ومما أكدوا هذا القرار كذلك أن جماعة الإخوان المسلمين هي مرخصة ومسجلة تسجيلا وترخيصا صحيحا سليما في عام 1946 وبموجب قرار من رئاسة الوزراء. نقطة الخلاف التي نرى أن اختلفنا معها في مع المحكمة في هذا القرار أنها لم تراعي التعديل الذي تم في عام 1952 على طبيعة تسجيل الجماعة، حيث تم إلغاء عبارة الجمعية ولم تعد جمعية خيرية، وبالتالي أي قرار أو قانون لاحق يمس الجمعيات الخيرية لا يمس الجماعة. هذا نقطة الخلاف الوحيدة ممكن نحكي في هذا القرار، اللي هي المحكمة أشارت له أنه لا يغير من طبيعة قرار مجلس الوزراء هذا الكتاب. نحن نرى لا، أنه هذا التعديل يغير من طبيعة الجماعة ويخرجها من صفتها كجمعية خيرية، بالتالي أي قانون يتعلق بالجمعيات الخيرية لا ينطبق عليها، وبالتالي أن النص الذي يقول ضرورة تصويب الجمعية الخيرية أو راحة ولا اعتبرت محلة لا ينطبق على الجماعة، وبالتالي الجماعة غير محلة. بالتأكيد هذا القرار لم يقرر حل الجماعة إطلاقا، حتى لا يكون في إعلام أو في شيء غير واضح. أنا بحكي الآن بصفة قانونية بحتة، والقرار أمامي أتكلم معك والقرار بيدي. طيب. لم يصدر في الفقرة الحكمية أي شيء يتعلق بذلك، إنما في بحث وحيثيات، وهذا من يعرف بالقانون يعرف فيه، تبحث المحكمة أحيانا في حيثيات وفي أسباب الموضوع وتصل لنتائج. بحثت هذا نعم في الحيثيات وفي التسبيب، لكنها لم يكن قرارا صادرا منها قطعيا في هذا الموضوع، لأنه ليس هذا الموضوع نزاع معروض أمامها. يعني ليس معروضا أمام محكمة التمييز النزاع في مدى أو البت في مدى صحة شخصية جماعة الإخوان المسلمين مع عدم. طيب القرار قطعي مش هيك؟
قرار لا قرار عادل بالنتيجه مثل ما ذكرت لك، هو فيه يعني مكسب لجماعه الاخوان المسلمين في القرار، بحيث انه قرر عدم حلول جمعيه جماعه الاخوان المسلمين محلها، واعاد هذا الموضوع حتى تبث في هذا الموضوع الى محكمه الاستئناف، ولم يفصل حتى في هذا الموضوع لم يفصل النزاع، انما بالفقره الحكميه استندا على ما تقدم وما ذكرت المحكمه اعادت الموضوع لمحكمه الاستئناف لبحث الخصومه، وبالتالي هي يعني شبه حتمة الموضوع انه لا خصومه، يعني ان جمعيه الاخوان المسلمين ليست خصما للجماعه كونها لم تحل محلها ولم يعني تقول لها املاكها. الان القرار سيكون عند محكمه الاستئناف. القرار ليس قطعيا نهائيا، لا هو اعاد القضيه الى محكمه الاستئناف. يعني لو سالنا سؤال المركز العام الان من يملكه؟ الجماعة الإخوان هو مستأجر، هو من يملك محتوياته بغض النظر عن هو هي جماعة الإخوان المسلمين. جماعة الإخوان المسلمين بوفق هذا القرار، ولا ننتظر الاستئناف شو بيحكي؟ عفوا يعني بوفق هذا القرار الممتلكات هذه لجماعة الإخوان للمكتب التنفيذي اللي انتم ترافعتوا عنه، ولا ننتظر محكمة الاستئناف شو بتحكي؟ لا 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 هو مهد طبعا بحيثيات هذا القرار انه هو لجماعة الإخوان المسلمين، وانه لا حقية لجمعية جماعة الإخوان المسلمين بالمطالبة لا بهذه الموجودات في المركز العام ولا في الأراضي والعقارات الأخرى في قضايا أخرى، لأنه في قضايا أخرى وهو إنباء عن كسب الجماعة لقضاياها الأخرى المقامة، وضرورة التزام الدولة بأجهزتها الرسمية المختلفة بإعادة أي أملاك تم نقل ملكيتها لصالح الجمعية جماعة الإخوان المسلمين على حجة أنها خلف، وهذا القرار يثبت أنها ليست خلف. طيب شو دور الاستئناف هون؟ التأكيد على هذا القرار تبع الاستئناف الآن سيعود القضية لمحكمة الاستئناف لتقرر هذا وفق الخصومة، يعني حسب نص القانون أو نص عفوا القرار لمناقشة الخصومة، وكما هو وارد فيه، فإذا ثبت لعدم صحة الخصومة فإن البحث يمر الزمن مع غير الجدوى، يعني هي تبدي أو تقدم موضوع الخصومة البحث الخصومة، وما توصلت إليه في هذه القرار أن لا خصومة ما بين الجمعية والجماعة، يعني لم تحل محلها. نعم، بدي أشكرك شكر جزيل على كل هذه التوضيحات. شكرا لك يا أستاذ المحامي بسام فلاحات. شكرا شكرا أستاذ بسام، يعني قرار وشرح لنا الأستاذ بسام كثير من معطياته. نذهب بكم إلى وقفة قصيرة ثم نعود.